وقع المؤتمر الصحفي، وزي ما انتم شايفين جمهور النادي الاهلي طبعا بيحتفي بالكابتن حسام البدري بعد الفوز على الداخليه، وخطوه ويقترب الفريق من تحقيق لقب بطوله الدوري العام. معي في هذه اللحظات كابتن حسام البدري وسط جماهير النادي الاهلي بتحتفل بهذا الفوز. كابتن حسام، يعني اولا بقول لك مبروك الفوز على الداخليه، لكن